كنت باين حرق على حساب باين على حساب الخدمه هنايا ما كاينهش وقاعده هنا عيانه شويه في المغرب شويه هجره تحاول تهاجر تحسن شويه الوضع هنايا القضيه الفقر وكل شيء وعايشين شويه الحمد لله ولكن شويه بنادم يبغي يهاجر يحسن شويه الوضع وجاتني فرصه اخرى كانت قضيه شويه مزيانه ماشي بحالك ولا بحالك وما نعاودش كانت شي حاجه مضمونه نمشي ولكن بحال هاد المغامره ديال ليبيا لا ليبيا صافي ما بقاش نمشي ليها كاع رجع نفكر هذاك الشيء كنحبس شويه راك عارف والحمد لله مني بخير السان جينا وتفضل الله هادشي والواقع كيفاش يعني مريحين جالسين دراري مع بعضياتنا مع ديك السبحة الكواك السبعة تفضل من بعد عقب رجع نضنا بحال كوايا صلينا وصلت ديك 12 ولا هذيك هي تضرب الضربة الأولى كنا مريحين نضحكوا بيناتنا صافي هي تضرب الضربة الأولى نضنا ناض كل شيء كله شي يجمع في حوايجه واش كله واش يدير بعدين كله فين واقف يعني كله فين قدر لي الله وقف بعدين ضربوا الضربة الثانية صافي هذيك الساعة شي مات وشي بقى عايش أنا بقيت عايش عقب تخرجت مع الحيط طاح عقب تخرجت عقب شيت وحل وكيجمعوا حل البلاصة كيجمعوا الشرطة قضائية كيجمعوا الناس اللي تضرب كيجي تماكين وكيهزوا مرفعوا المستشفيات وأنا داوني المستشفى معي تيقى من بعد كان معنا وحل المصري كنت تعرفت عليه في كان مشدود معنا كانوا معنا شي مصريين وجداهم يوم مشينا معه ريحنا معه حوالي 15 يوم بعدين هما يعيطوا لينا لهذا الهلال الاحمر الليبي فرع طرابلس قالنا راه غادي نرحلوا لكم هذه والقنصلي تا هو صافي مشينا عاد كانت ضربه في يدي وحل حروق في ظهري انت دابا ملي مشيتي قلتي 10 قلت كل شيء مات شتى واحد كان معايا احمد بوسناسل من الملال هو اللي شتو في معايا صح اي وش الاخر ما عرفتو حتى الغد ملي تكلمت مع الاهل ديالي عاد سولتهم قال لي ادريس باقي حي ورضوان وسمير قال لي يمكن مات ومصطفى تخلعت قلت لي دي ما تلاش دواء معايا راه واقيلا مات ما تلاش دواء قطع الحس هو دوك هو تايد ودوك لا يزازيون بخير وحال الطبيب عطاه تيليفون قال لي ودي راه باقي راه ما في راه في عيل سجلت المستشفى راه باقي حد باقي حقين شي ربعة نتناقضوا باقي حقين وحنا شوية نفسه اسمي عبد الله ويدريس حرقنا على سبب الفقر ما الخدمه ما كاين خدمه هنا ما كايناش وحرقنا حنايا من هنا من بنيا جرين سبعه توفاو ثلاثه وحنا بقينا هنا بقينا اربعه حرقنا مشينا عند الحراق بركنا 3 شهور ركبنا نهار 3 شهر 6 شدونا ضربنا 18 ساعة في البحر وشدونا داونا المركز الهجرة غير الشرعية في تاجورة ومن بعد شهر جانا حد القصف تابع القوات حفتر سلاح جوي ضربنا اللي عاش واللي مات ماتوا 10 المغاربة الله يرحمهم قال لنا ولدك وريهم تصاور قال هذا مات تعرفي هذا نعرفه هذا فلان نعرفه فلان نعرفه هذا الشيء اللي كان اللي مات من معي عندنا من المغاربة واحد من الدار البيضاء واللحظة اللي ما عمرت تنسى لي في حياتي الصورة اللي شفت هي ذاك بنادم اللي مات قدامي بحال كواكو بعد كنشوف كيجمعوا فيه كواك شي مليوح لي راسو شي رجلو شي افارقه كواك يجمعوا فيهم هذا الشيء اللي ما يتنساش لي وكانوا كنسحب الدوار مات والساعة مني شفت الدراري باقيين شوية تفاجأت علي الحمد لله من شد الدراري من عندنا باقين حيين شوية بعد
والدراري اللي ماتوا الاخرين مساكين الله يرحمهم والله يصبر والديهم وهادشي اللي كاين. فرصه لا كانت مزيانه نمشي. وعلاش انت اصلا باغي تمشي؟ الحياه راهي عارف صعيبه شويه هنايا وما كاينش هذاك الشيء اللي تبغي يعني. بغيت نبدل شويه ما عطاتنيش هنايا نبغي نبدل. اذا مازال تقدر تغامر؟ لا كان لا ما نغامرش بحال هذا الشيء اللي واخا ما عرفتش يقول لي ما نديرش بس تكون شي حاجه مزيانه مضمونه نمشي. الليله ديال القصف ليله جوج شهر سبعه كنا جالسين معنا مع 11 ديال الليل عطا ضربه الضربه الاولى زعزعت المركز ناض نادم كيجري وناضوا الافارقه كيهربوا من السقافه وعطا زازت حال شي 10 دقائق بحال كواكو كيضرب الضربه الثانيه ضربة تانية صافي ما عدنا نشوفه الظلمة وراب علينا السقف وراب الحيوط كل شي راب صافي ونمي حليت عيني صافي ست بنادم قدامي ميته كل شي مدم كل شي تملس بحالك وصيب بنادم ميت حدايا صافي قلنا الموت يادي صافي ما قلنا صافي بغيت حاولت بحالك وبغيت نوض نهرب مشي زعما ستر سالج بالترجلي بحال ما هو ستا ثقيله صافي تهرست بغيت نهرب ما ستش كي ندير صافي بقيت جاو صحاب الانقاذ هزو نقضوني داو المستشفى ايوا صافي تما تابعت العلاج ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.